السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وجنبنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب صل على الحبيب محمد، من نحتاج وأن ندعو الله أن ننال شفاعته يوم غد. اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، حياكم الله أخواتي وبياكم في هذا اللقاء الثالث من شرح متن المنيرة في مهم علم السيرة، حيث أننا في سابق المحاضرات تعرفنا على نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا أيضا على مولده الذي كان في البلد أمين مكة المكرمة، وفي تمام المولد من حيث الزمان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على قول الجمهور. ثم كيف صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا عند حليمة 4 أعوام أدرت عليها غنيمة وبركة، وكيف ماتت أمه وهو في عمر يناهز 6 أعوام، ثم جده وقد كان عمره يناهز 8 أعوام، لتنتقل كفالته ورعايته إلى عمه أبي طالب الذي ارتحل معه إلى الشام كما قلنا في المحاضرة السابقة، متجرا في المال كما هي عادة قبيلة قريش، حيث كان لها رحلتان: رحلة إلى اليمن في الشتاء لم يرتحلها النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلة إلى الشام في الصيف، وهذه التي ارتحلها النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. واليوم سنكمل بإذن الله من البيت العاشر لهذا المتن، حيث يقول المصنف حفظه الله ووفقه: من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. من بعده أي من بعد تجارته صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب وهجرته إلى الشام، كانت هنالك رحلة ثانية إلى الشام، لكن هذه المرة بمال خديجة رضي الله عنها. إذن من بعد تلك الرحلة التي رحلها مع عمه جاءت رحلة ثانية إلى الشام. فلو قلنا كم عدد الرحلات التي ارتحلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام؟ قلنا أن رحلاته صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن 4 رحلات، 3 منها على وجه الحقيقة والرابعة مجازية. كيف ذلك؟ سنفهم الآن. الثلاث بالترتيب: كانت الرحلة الأولى إلى الشام مع عمه أبي طالب التي سبق للشيخ وقد ذكرها في البيت السابق حينما قال: وزار بصر الشام معه وارتحل. هذه الرحلة الأولى إلى الشام، إذن في رحلته مع عمه أبي طالب إلى الشام كانت هذه الرحلة الأولى. ثم الرحلة الثانية وهي بالتجارة في مال خديجة رضي الله عنها، ولنا مع خديجة رضي الله عنها وقفات ومناقب وصفات ومآثر سنتكلم عنها بعد قليل، وسنفصل بمزيد من التفصيل في اللقاء القادم عنها رضي الله عنها. إذن الرحلة الثانية كانت في الاتجار بمال خديجة رضي الله عنها مع غلامها ميسرة. أما الرحلة الثالثة فقد كانت اللي هي عبارة عن رحلة الإسراء التي أسري بها النبي صلى الله عليه وسلم روحا وبدنا من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، أي إلى المسجد الأقصى. هذا الإسراء وهذه الرحلة إذن كانت إلى بلاد الشام. هذه هي الرحلة الثالثة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بلاد الشام، ومنها عرج به إلى السماوات العلى. وأما عن الرحلة الرابعة التي هي مجازية كما يقول علماء أهل السيرة، فهي مجازية لما؟ وهي في غزوته صلى الله عليه وسلم إلى تبوك.
تبوك منطقة موجودة في السعودية، فكيف نقول أن هجرته كانت إلى الشام وتبوك منطقة في السعودية؟ يقال المراد ليس على الحقيقة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتحل في هذه الغزوة إلى الشام حقيقة، ولكن كان أعداء الإسلام في تلك المنطقة يرأسها الروم، والروم هم أهل السلطنة في ذلك الزمان، سلطنة أهل الشام، والذين كانوا يحكمون الشام هم الرومان، الروم. وبالتالي هذه المنطقة التي هي تبوك كان يحكمها الروم. ففي هذه الغزوة التي حدثت بين المسلمين وبين الروم في العام التاسع للهجرة، كان مراد أهل السيرة أن النبي ارتحل إلى الشام بأنه نازع وخاصم وعاد الروم من أهل الشرك والطغيان، أي أن الرحلة إلى الشام رحلة مجازية ليست على الحقيقة، والمراد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قد واجهوا الروم في هذه الغزوة، والروم هم من حكم بلاد الشام في ذلك الوقت. إذن رحلاته صلى الله عليه وسلم إلى الشام كانت أربعة، ثلاث منها على وجه الحقيقة أي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة كانت رحلة مجازية المراد بها أن من حكم الشام في ذلك الوقت كان هو عدو الإسلام في تلك الغزوة، ألا وهي غزوة تبوك. إذن نكمل كما قال الشيخ: من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. إذن الرحلة الأولى كما أسلفنا رحلته مع عمه أبي طالب، ثم الرحلة الثانية بمال خديجة رضي الله عنها إلى بلاد الشام. ما الغرض من هذه الرحلة؟ هو التجارة، لكن هذه المرة بناء على عقد. هذا العقد بين من ومن؟ بين خديجة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتهر بالصدق والأمانة، بل الذي اشتهر بمحاسن ومكارم الأخلاق، بل إن القرآن قد نزل يمدح ويثني على أخلاقه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. رأت خديجة رضي الله عنها هذه الأخلاق ورأت هذه المحاسن في صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، والكل يتحدث عن محمد ويتحدث عن نبل أخلاقه، فرأت أن تؤمنه على مالها بأن تعطيه مبلغا من المال ليتاجر به في الشام. وهذا العقد الذي كان بينهما كما يسميه علماء الفقه هو عقد بالمضاربة. ما هو العقد؟ عقد بالمضاربة. ماذا يعني؟ أن يقوم شخص بإعطاء رأس المال، أي يعطي مبلغ من المال، هو صاحب هذا المال لكن ليس هو الذي يعمل بهذا المال. فخديجة رضي الله عنها أعطت مبلغا من المال للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي عمل بهذا المال واشتغل على هذا المال لكي ينميه. إذن خديجة أعطت فقط المال، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا المال، وهذا هو عقد المضاربة، أن يعطي شخص رأس المال ويقوم آخر بالعمل في هذا المال، فالجهد والعمل من شخص والمال من شخص آخر، وهذا هو العقد الذي بينهما رضي الله عنها وصلى الله على نبينا المختار، كان عقد مضاربة بينهما. وهذه الرحلة قد أرسلت فيها خديجة رضي الله عنها غلامها ميسرة، ولهذا الغلام أيضا مناقب لما رأى من إرهاصات النبوة، ولما رأى من بشريات تدل على عظيم أمر هذا الشخص وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما انتهت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة بمال خديجة في الشام، رجع ميسر يحدث خديجة عن نبل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وعن صدقه وأمانته، وعن الإرهاصات التي رآها من تغطية الغمام له صلى الله عليه وسلم،
أي أنه كان يرى صحابا يغطي النبي صلى الله عليه وسلم ويقيه من الحر، فكان يستغرب لأمره، كيف لهذا الشخص أن يغطيه غمام سحاب يحميه من هذا الحر؟ إذا هذا الشخص له أمر عظيم، سيكون له مستقبل لا أحد يعلم به إلا من سيعاصر هذا النبي. لذلك كان يستغرب من أمره، فرجع ميسرة وحدث خديجة رضي الله عنها بما رأى. وإن كان لهذه القصة بعض الاختلافات من حيث الصحة أو غيرها، لكن تروى على سبيل الاستئناس أن ميسرة قد رأى هذا الأمر في هذه الواقعة وحدث خديجة رضي الله عنها بما رأى. وهنا أرادت رضي الله عنها أن تخطبه لنفسها، فقد رأت فيه أعظم ما يمكن لفتاة أن تطلبه في رجل، صدق الأخلاق وجميل الأخلاق ومحاسن هذه الصفات، حتى أن الجميع يتحدث فيه وعن نسبه وخلقه، فهو من أعظم أنساب قريش. كما أسلفنا نسبه شريف وعظيم، إذا كانت أجداده من قبيلة قريش التي تعتبر من أعظم القبائل العربية. فرأت في النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص هو المختار لكي يكمل، كما نقول يكمل دينها. فرأت فيه أنه هو الاختيار الأفضل لكي يكون زوجا لها، فخطبته لنفسها. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على زواجها منه وعلى زواجه منها، وكان آنذاك عمره يناهز 25 عاما. تم هذا الزواج، وتم هذا الاختيار والاصطفاء، وبتمام هذا البيت أي البيت العاشر تنتهي أحداث المرحلة المكية من السيرة النبوية. ماذا تقصدين بهذا الكلام؟ أقصد الآتي، أن مراحل السيرة النبوية كانت عبارة عن مرحلتين، مرحلة السيرة النبوية المكية، والمرحلة الأخرى هي مرحلة السيرة النبوية المدنية. طيب ما الفرق بينهما؟ السيرة المكية هي التي كانت قبل الهجرة وإن كانت في غير مكة. كيف يعني؟ مثلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف هي خارج مكة، لكنها تعتبر من الدعوة المكية. لما؟ لأنها كانت قبل الهجرة. طيب الدعوة المدنية أو السيرة المدنية هي التي كانت بعد الهجرة وإن كانت في غير المدينة. طيب مثال على ذلك، مثلا غزوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، كما أسلف هي تبوك موجودة هنا في السعودية، فكيف لها أن ننسبها إلى الفترة المدنية؟ لأنها حدثت بعد الهجرة. إذا أحداث السيرة هي إما أن تكون أحداث مكية أي قبل الهجرة، وأحداث مدنية أي بعد الهجرة. وبتمام هذا البيت العاشر ألا وهو من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي، انتهت أحداث السيرة المكية. وسنبتدئ الآن بإذن الله بأحداث السيرة المدنية. أرجو أن يكون قد وضح الأمر ولا التباس فيه. إذن سنبتدئ الآن بأحداث السيرة المدنية التي يقول فيها المصنف وفقه الله: وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوفى مكات 13 سنين تمات، وبعدها هجرته تعينت لطيبات ثم السيوف شرعت، 27 غزا بالنصرة وموته في 11 الهجرة. إذا يقول المصنف: وفي تمام 40 أرسلا بدأ الوحي، وبدأت تظهر معالم النبوة في العام 40 من حياته صلى الله عليه وسلم، وهو سن الأشد كما يقال، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة كما في القرآن. إذا السن الذي يكون به تمام كمال القوة هو سن الـ40،
لذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، أي وفي تمام 40 أرسل نزل عليه الوحي، بلغ بأنه رسول هذه الأمة. جاءه الوحي فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. إلى تمام القصة، ماذا يقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعدما كانت هذه الآيات هي أول آيات تقرع أذني النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع بها لتكون أول ما بدأ به الوحي من آيات القرآن العظيم، تنزل عليه آيات سورة المدثر كاملة، مبتداها يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى تمام السورة. إذن بل نزلت هذه الأوامر التي تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد حان الوقت، قد حان وقت حمل هذه الرسالة وتبليغها للأمة، قد حان وقت إزالة معالم الشرك وتمكين وتوطيد معالم التوحيد. حان الوقت في سن 40 لأن يدعو الناس ويهديهم لهذا الدين العظيم الذي حمل أمانته، حمل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى إزالة كل ضياغين الكفر، إلى إزالة كل معالم الجاهلية التي تدعو إلى عبادة غير الله تعالى. ففي تمام 40 أرسل للناس يهديهم لدين حمل. ماذا يدعو؟ يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو إلى التوحيد في مكة المكرمة 13 سنة، زمن طويل، نعم مدة طويلة، لكن هنا قيمة تربوية عظيمة لكل المربين، لكل الآباء، لكل الأمهات، لكل المعلمين، لكل العلماء، لكل من أراد أن يضع أثراً في هذه الأمة لكي تصل إلى الله تبارك وتعالى. لا تستعجل، بل من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الصبر وجعله نموذجاً ومبدأً وقيمة في حياته. 13 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فقط يدعو إلى التوحيد، يريد أن يزيل من قلوب الصحابة رضوان الله عليهم كل ما يدعو إلى الشرك. صبر عليهم هذه المدة، نعم صبر هذه المدة، لما؟ لكي يتوقد ويتوطن في قلوبهم حب الله تبارك وتعالى، حتى إذا ما جاء أمر فيما بعد قالوا سمعنا وأطعنا. وهذا الذي سنراه منهم رضوان الله عليهم، حيث كانوا خير سلف، كانوا المدرسة الربانية التي أعدها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما سمعوا أمراً قالوا سمعنا وأطعنا، وسارعوا إلى التنفيذ والطاعة، لأنهم علموا أن الخير والخير كله لا يكمن إلا في اتباع أمره صلى الله عليه وسلم. فالذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا دعا إلى التوحيد، إلى توحيد الله وحده، إلى إقامة شريعة واحدة فقط، لا إله يعبد بحق في هذه الدنيا إلا الله، لا يتوجه إلى غير الله بالعبادة، فهو المستحق وحده لهذه العبادة. دعا إلى التوحيد في مكة المكرمة 13 سنين أو سنة، تمت هذه 13، وبعدها هاجر إلى المدينة. إذن 13 في مكة المكرمة كانت ما بين دعوة سرية في 3 سنوات، ثم الدعوة الجهرية التي بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن فيها دعوته ورسالته أمام العالم أجمع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الأمر امتثل، وأنذر عشيرتك الأقربين، جاء الأمر فوقع التطبيق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم،
وهكذا كان من بعده من الصحابة، امتثلوا الأمر وقالوا سمعنا وأطعنا. إذا بعد تمام 13 سنين هذه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بعدما وقع الأمر عليه بأن يترك مكة. لما ترك مكة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحب البلاد إلى قلبه؟ قال: والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وذلك لعظيم وقع أثر مكة في قلبه صلى الله عليه وسلم، حيث كانت وأصبحت القبلة بعدما كانت إلى بيت المقدس أصبحت إلى مكة المكرمة حبا منه صلى الله عليه وسلم لهذا البلد العظيم. إذا خرج منها بعدما حاول أهل قريش أن يثنوه عن هذه الدعوة العظيمة، لكنهم فشلوا، فما رأوا إلا أن يخرجوه من مكة. حدثت الهجرة إذا بعد تمام هذه 13 سنين، وتعينت عليه الهجرة إلى يثرب. مسبقا كان اسمها يثرب، حاليا المدينة المنورة. وبعدها هجرته تعينت. متى فرضت هذه الهجرة؟ أو إلى أين فرضت هذه الهجرة؟ إلى طيبة. طيبة أو طابة أو دار الإسلام أو دار الهجرة أو دار النصرة، هكذا كانت لها مسميات عدة. المدينة المنورة حاليا سميت بطيبة، وهي طيبة الأثر والذكر. هذه المدينة المنورة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مركزا يرتكز حوله، وكانت هي المدينة والحصن الذي يتحصن به النبي صلى الله عليه وسلم، والدرع الذي كان يتخذه صلى الله عليه وسلم لكي يجابه كل الأعداء بعدما لقي النصرة من أهلها وهم الأنصار. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أو من سبقه من المهاجرين إلى طيبة، أي إلى المدينة المنورة. وهنا انتقلت مرحلة وكيفية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لتبدأ مرحلة التشريعات وسائر العبادات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويفرضها على الصحابة الكرام بعدما غرس في قلوبهم التوحيد، وغرس في قلوبهم محبة الله تبارك وتعالى، وأنه الإله الأوحد الفرد الصمد المستحق للعبادة لا غيره. بعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب الآن أصبحت على يقين من هذه الدعوة، نزلت التشريعات وأصبحت على مناط التكليف، والكل يقول سمعنا وأطعنا. فكان من هذه التكليفات الأمر بالجهاد. إذا يقول المصنف: وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، أي حان الآن وقت رفع الجهاد والإذن بالقتال. حان الآن لأن ندفع أنفسنا وكل ما نملك فداء لراية التوحيد من أجل لا إله إلا الله فقط. وهذه تجارة غالية لا يستطيع أن يفعلها أحد إلا من أوقن في قلبه هذه العبادة اليقينية، اللا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد باقية إلى قيام الساعة. ولا بد لهذا الدين من أن يدخل كل مكان، وأن يقام هذا الدين، وأن ننتقم من كل ظالم أراد بهذا الدين ألا يقام. شرع الجهاد في الفترة المدنية في المدينة المنورة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إليها، فظهرت الغزوات. فقال الشيخ: 27 غزا بالنصرة، أي أن غزواته التي جاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقاوم فيها وأعلن فيها القتال ورفع فيها سيفه وحمل فيها السلاح، كانت هي تلك الغزوات العبارة عن 27 غزوة كلها نصر وتأييد.
ال27 كانت كلها نصر للإسلام والمسلمين؟ نعم، كيف ذلك؟ نقول أن المراد من هذه الغزوات والهدف الأسمى لهذه الغزوات هو إقامة دولة الإسلام، انتشار الإسلام في كل مكان، هذا هو غاية النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات. وألم يقم هذا الهدف؟ ألم يحقق هذا الهدف؟ بلى، مع كل غزوة التي، مع أن كل غزوة حدث فيها مصائب، حدثت فيها ملام، وحدث فيها أمور من الضراء كثيرة والموت والحزن، إلا أن نفوس الصحابة كانت راضية، فهي تعلم أنها تذهب إلى جنة ربها راضية بها، موقنة بها، سعيدة جدا بها. لذا هذه ال27 غزوة كانت كلها نصر وتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام ولهذا الدين العظيم الذي انتشر بعز عزيز، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيقام وسينتشر بعز عزيز أو بذل ذليل، سينتشر في كل مكان، سيدخل كل بيت مدر ووبر، سيدخل هذا الإسلام. وكان هذا الهدف قد حقق، وهذه الرسالة قد أديت، وهذه الأمانة قد حققت في أن انتشر الإسلام في كل مكان وساد في الفتوحات الإسلامية، بل إن الجميع يريد أن يدخل في هذا الإسلام بعدما علم عن جميل صفاته وتعاليمه وأسسه التي تدعو إلى التسامح وإلى المحبة والسلام والتعاون وإلى الود، إلى كل معالم الخير دعا إسلامنا العظيم. لذا 27 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها وكمالها كانت كلها نصر وتأييد. ثم قال الشيخ: وموته في 11 الهجرة، كتب الفناء على كل شيء في هذه الدنيا، ولا شيء يبقى غير وجه الله تعالى، وكان ممن كتب عليهم الفناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اختار أن يلقى ربه، فقال: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. اختار لقي الله تبارك وتعالى لما يعلم من خير وسعادة أبدية في تلك الجنة والفردوس، اختار لقي الله تبارك وتعالى في 11 من الهجرة، حانت وفاته ولقي منيته صلى الله عليه وسلم. ولعل أشد المواضع حزنا حينما تتكلم عن موته صلى الله عليه وسلم، هذا الموت العظيم الذي بكى لأثره جميع الصحابة رضوان الله عليهم، بل منهم من نزل خبره كالصاعقة على قلبه، لكن قال القرآن مؤيدا عنه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هو محمد، هو عبد لله ورسول لله تبارك وتعالى، كتب عليه كما كتب على بني البشر، كتب عليه الموت، فكان موته في 11 للهجرة، في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول. ولعلني ربما أجد منكن من تجد في نفسها دهشة وغرابة، أليس هذا الوقت وهذا التاريخ هو نفسه الذي اختاره الجمهور ليكون مولده؟ نعم، هو نفس اليوم، يوم الاثنين، ونفس التاريخ 12 من ربيع الأول كانت وفاته صلى الله عليه وسلم. وهنا لا أستطيع أن أوقف نفسي من أن أنبه الجميع إلى خطر يفعله عامة الناس، أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن عافانا من فعل هذا، ممن ادعى بدعة كالمولد النبوي فهاج فرحا
يفتخر في هذا التاريخ بأنه مولد له صلى الله عليه وسلم، فعمل من البدع ما لم يفعله لا النبي ولا صحابته من بعده، ولا التابعين من بعده، ولا أتباعهم من بعده. فكيف لنا نحن الآن أن نأتي ببدعة مخترعة من قبل الغرب أولا، ومن قبل أعداء الإسلام أولا، ليقولوا بالمولد النبوي، فيعملوا رقصات مهينة وحفلات مبتدعة وأغاني إن صح التعبير فيها من الكفريات ما لم يأذن به الله. فكيف لنا أن نقوم بمثل هذه البدعة؟ علينا أخواتي في مثل هذا اليوم أن نذكر أنفسنا وأبناءنا وأوالدينا وإخواننا ومن كان له حق علينا وجيراننا وكل الناس بفضل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة. كيف كان جهده؟ كيف أوذي صلى الله عليه وسلم في سبيل هذه الدعوة؟ كيف لاقى أشد التعذيب من قريش وغيرها؟ والغزوات التي خاضها من أجل أن يقيم هذا الدين. علينا أن ننشر سنته وسيرته، علينا أن نتبع نهجه، وهذا المراد منا، ليس أن نقيم حفلات صاخبة وصارخة مبتدعة لا يرتضيها الله، ولو كان النبي بيننا والله ما ارتضاها. فكيف لنا أن نقيم بمثل هذه الأفعال؟ بل علينا أن نذكر أنفسنا في هذا اليوم وفي غيره بأننا لا بد علينا وحري بنا أن نتبع نهجه صلى الله عليه وسلم، ونقتفي أثره صلى الله عليه وسلم، وأن نذكر الجميع كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل صلاة من صلاته بأن يجمعنا الله به، وأن يغفر الله لأمته، وأن يعفو عن زلاتهم، وأن يدخلهم جميعا الجنة حبا له منه صلى الله عليه وسلم لنا. فكيف لنا أن نبتدع شيئا ليس من سنته؟ إذا حري بنا أن نتبع هذا النهج ونقتفي هذا الأثر، حتى نكون ممن انتصرنا لسنته، وممن أحببنا أن نكون من أهله، وأن نجتمع به صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. إذا هذا هو تمام درسنا لهذا اليوم. في تمام 40 أرسل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد في مكة المكرمة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة المنورة لتشرع حينها التشريعات، ويؤمر بالجهاد حيث السيوف شرعت، وحيث غزا في هذه السيوف حاملا لها وحاملا للأسلحة، يدعو إلى الله في 27 غزوة كلها نصر وتأييد من الله تبارك وتعالى. ثم حانت وفاته ولاقى منيته صلى الله عليه وسلم في تمام السنة 11 من ربيع الأول يوم الاثنين 12 من. إلى هنا نكتفي ونتوقف، كما بدأنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نختتم بالصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فصلى عليك الله يا خير الورى، قد سار حبك في شراييني دما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.